جبت الكلام ده منين؟ ازاي بس يا عم؟ مش هفهم. بلاش يا سيدي، كنت بتوشوش مدام ألفت بتقول لها ايه؟ انت عارف يا مستر ممدوح، مدام ألفت ونام من النسوان كانت بترغي وانا كنت بسايرها. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انا ما صدقتش لما جم قالوا لي انك بتسرق من حاجه المحل، ولما عاطف قال لي ان عاطف ما تقول كام الصبح يا ريس، ما انت عارف ان هو متعفرت مني عشان دراعك اليمين وبيعمل الفيلم ده والحوار ده عشان يزحلقني. وهو برضه اللي بيوزع الكروت ديت على الزباين في المحل. الكارت ده مش بتاعي يا ريس، بص اهو ما عليهوش اسمي. بس بقى لو ضعته في جابه منين؟ كان ممكن تخيل عليا واصدقك، لولا ان مدام ألفت بنفسها هي اللي ادتني الكارت وقالت لي انك انت اللي اديته لها. ولا مدام ألفت هي اخرى عايزه تزحلقك من المحل؟ يهبل، دول زبايني من سنين. مفكر لما تقول لهم تعالوا يقوم يجروا ويجوا لك عشان ايه؟ عشان سحر مكوتك. اوعى تكون مفكر انك قسطه بجد. انت قسطه علشان بتشتغل عندي، والستات اللي بره ديت بتثق فيك علشان انا بثق فيك. ولو رحت فتحت محل مفيش حد فيهم هيجيلك ولا يعبرك. كان غيرك اشطر. ليه يعني؟ انت مش كنت صبي زيي وبعدين بقيت قسطه وبعدين بقالك محل؟ انا كمان عايز يبقى لي محل. ما تفتح محل ولا مول حتى، انا مالي؟ انما زباينك تعملهم بشطارتك، مش تسرق زباين. انا ما سرقتش الزباين حد، انا بطلب بالاسم. اسمي ايه يا ابو اسم؟ كنت مفكرك اذكى من كده. لما تيجي تفتح محل قولي على الاقل عشان العشره. لكن لا طلعت ذكي ولا دياولو، طلعت غبي زي امك، ما بتبصوش غير تحت رجليك وبس. ايش دخل امي بقى في الموضوع بقى؟ لان زمان لما طردتها سبتك، صعبت عليا وقلت اربيك اكسب فيك ثواب. لكن للاسف طلعت وسخ ونيجي زيها. ما تجيبش سيره امي يا ممدوح. انت بتمسك فيا. اموت واعرف مين البت دي. ما تساليني انا جت يا انجي.
بعدنا. الدنيا الناس جامدين بالشكل ده. احنا المصريين، احنا الطيبين. ايوه احنا المصريين، احنا الطيبين. ده احنا المحسدين على خير في دمنا. شيتك عامت يا ابن المسطولة. معلش كمل يا عم راجل. كمل ايه؟ مولاه في الحشيش خلاص. هيكون مين غيره عمل كده؟ برضه بتقول هيكون مين؟ بس انا واثق ان الواد ده هيكون من التجار الكبار. ربنا يخليه. ربنا يخليه. الهي يكحمه وما اشوفش وشه مرة تانية. يلا طيرت النفسين من دماغي. قوم 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 هات القرشين من هناك. لا في اليوميه كلها بتاع امبارح ابن الكلب. يعني ايه بقى؟ يعني فلوسك هتاخدها بكره بكتير.